المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة تخلد يوم الأرض الفلسطيني. ويقول رئيس المبادرة إن تخليد يوم الأرض هذا العام يأتي في ظرفية خاصة تمر بها القضية الفلسطينية والمتمثلة في إعلان بعض الدول العربية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. يأتي يوم الأرض هذا العام في ظرفية خاصة ودقيقة تمر بها قضيتنا المركزية، حيث ارتكست بعض أنظمة العار والخيانة العربية في درك التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجاهرت بالتصهين والتماهي مع العدو في سياساته الإجرامية في التهويد والقتل. المشاركون في الاحتفالية اعتبروا أن الشعب الفلسطيني ورغم المآسي والمعاناة التي يتعرض لها سيظل صامدا بفضل المقاومة والتضامن الإنساني مع قضيته المركزية. إن لأرض فلسطين شعبا أذاق الصهاينة على مدى العقود ما أذاقهم من مقاومة ومن جهاد جعلت أحد أعتى جنرالاتهم يقول ذات مرة: وددت لو نمت فوجدت أن البحر قد ابتلع غزة. وقت بخسر منه لا يعود رهانهم على بعض الأنظمة في الأمة اللي طبعوا معاهم، يقال هذا الرهان خاسر به للشعوب والأمة صامدة، وإذا ما هي قابلته ولا هي لا يطبع ولا هي ذاك التطبيع يمشي للقدام ودور يرجع كيف ذاك اللي فات خلقله في السابق. ويخلد الفلسطينيون ومناصرو قضيتهم يوم الأرض استحضارا للأحداث التي وقعت في 30 مارس من عام 79 و900 وألف، والتي استشهد فيها 6 فلسطينيين خلال احتجاجات على مصادرة كيان الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دنم من أراضي الجليل والمثلث والنقب.